سلام بنات، كي داير لاباس؟ مزيان بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. دابا انا كنوجد ان شاء الله معكم فيديو جديد مع الحريره ان شاء الله. انا قطعت اللحيمات، ها هي مطيشه، طبعا ديال مطيشه شويه الحمص، حيت الحمص عندي ما فازكش، صحابني فازك الساعه ما لقيتوش فازك. انا تصبروا معدنوس، ها هو انا نقطعو معكم اخوتي، نقطعو هكا داكشي بالزربه، تا عندي الشغل هاكم اختي الكراده جايبها من المغرب، انا ثاني هاد الكراده هادي تا كنقرط مزبر وكنقرطو هو نقرطو اختي فاتني هذيك شريتها من الكناس، كنا خارجين انا والوليده اختي فاطمه الزهراء، قلت لها والا اختي مدي معايا هذه، انا كتعجبني خا كاينه المهم ياكس شي شحال هذا بيدك ديريها بيا بيدك كتجي زوين. دابا غندير النص، ندير الكاس من بعد كنزيد ديك الشويه اللي كنت عليه كنزيدو، دابا شويه ديال الكراطس كيطير من بلاصتو، كيبقى يطير ما كيبغيش البلاصه. هانتوما خوتي هاد البصل ما غنديرهاش كلها، ندير غير النص ديالها، انا كيعجبني نقطعها بحال هكايا، كيعجبني القطع ديال كما علمتنا الوالده من صغرنا. صافي كندير غير شويه هكا البصله. دابا غادي ندير، دابا غندير الملحه، من بعد عاد نشوف نزيد الزيت، كنديرو غير شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت. دابا غادي ندير معكم العطريه، ندير معلقه ديال، حيت عندي كوكوط كبيره درت واحد شويه معلقه نيشان، غندير كوكوط فيها 12 لتر ديال السكينجبير، انا اختي كندير، انا خوتي كندير التحميره ضروري كندير نص معلقه التحميره، انا البزار ما تقويش البزار، انت البزار عندي لكم انا عيني ميزانيه ديال البزار، انت واحد شويه مباشتكم حيت درت نص معلقه صغيره، درنا الزيت درنا الملح درنا. دابا غادي نكب اخوتي، انا كنكب الماء ديريكت حيت انا مطيبه الماء، هانتوما اخوتي درت الليترو الاول وانا زدت الليترو الثاني طاب من بكاع، معليش هاهوما. دابا غادي نصب الكوكوط وصافي، كنخلي هاديك نص ساعة ولا مكاملاش كاع، المهم على حسب هاديك الساعة من غادي نبدا طاب الحمص الطياب، راه مكاملاش نص ساعة، مكانش طياب راه كيفوت نص ساعة. هاهو طاب الحمص اخوتي وطاب سميتو، هاهي غادي نطيب الماء، ومن بعد دابا انا غنطحن مطيشه ومن بعد عاد ندور. ها هي المطيشه غادي نطحنها، ها انتما معايا، ها انتما خوتي انا غندير الطحين دابا بسم الله. كاين هذا الطحين في الكوكوط
ودابا غدرت الحك ديال المطيشة قبيله ما صورتوش معاكم. ودابا كنبدا كنصبر الملحه ومن بعد عاد كنكرمل الشعريه حتى كتطبخ مزيان عاد كنكرمل الشعريه. هذا القصر هذا خصني في الاخر كيعطي المذاق. هذه عاد ما صبرت ريحه خوتي صافي. دابا راه طابت ها هي صافي. راه دابا خات مع طاب كل شيء. دابا راه غادي نطفي بها البنات. سعينا الفيديو. شكرا لكم بزاف. شكرا على الكومنتات ديالكم الزوين بزاف. انا كنشكركم بزاف كنشكركم بزاف بزاف وفرحانه بزاف وشكرا لكم. الفيديو الى الفيديو ان شاء الله جديد ديروا لي لايك ديروا لي ابوني و كومونتير زوين.